قد ايه احنا بنعاني في مشاكل كبيره جدا. يا رب لا اقدر اشتغل على حملها اكثر، اشتغل الصناعه فعلا في بلدنا تبقى حاجه مشرفه زي ما احنا كلنا بنتمنى. بشكركم ومتشرف بالتعاون معكم كلكم، وبشكر حضرتك وطبعا الست الكبيره دي محترمه وصديقه من كل مواهب، بس بشكر هيئه المكتب وكل الاعضاء، وان شاء الله يبقى في تعاون كبير في المكتب. شكرا. لا طبعا انا محمد حلاوه، وانا شرفت حضرتي وشرفت جميع الساده الزملاء، طبعا شرف ليا ان انا ابقى موجود معاكم. انا رئيس مجموعه تاريس حلاوه اللي هي متخصصه في الصناعات الغذائيه والالبان، وعميل عام للمشروعات الصغيره والمشروعات الصغيره والتخطيط بحيث المستقبل الوطني، وزميلكم محمد الشريف، واتمنى ان احنا ننجح مع بعضينا كلنا ان شاء الله، ان احنا نقدم افكار كويسه جدا لنهضه الصناعه المصريه.